موضوع بناء الفريق ما اعتقد، لانه اعتمد على اللاعبين الكبار السن، ويعني استدعى حسن عبد الفتاح وعامر ديب، باسم فتحي، لدميري، طارق خطاب، يعني كل اللاعبين الطيور المهاجره اللي كانت خارج نادي الوحدات كلهم استقطبهم الكابتن عدنان حمد. وبالمقابل اللاعبين الموجودين في نادي الوحدات اللي لهم سنوات، اللي كان بيعول عليهم نادي الوحدات انه هذول اللي راح يكونوا نجوم، اللي لهم 3-4 سنوات بيلعبوا، صالح راتب، احمد هشام، ليث بشتاوي، محمد ابو نبهان، بطلنا نشوفهم بصوره مستمره، وفي ناس منهم كمان غادروا النادي. وحتى لاعبين سن 20 في نادي الوحدات، انا يعني دربت في الفئات فبعرف لاعبين نادي الوحدات بشكل جيد، سن 20 عندهم عدد لاعبين كويس مش الموجودين حاليا، اللي كانوا قبل هذول لاعبين، هذول كمان كلهم على الاغلب تحرروا، فهذا الحكي راح يعمل مشاكل لنادي الوحدات. يعني حاليا نادي الوحدات بيعتمد على سن 18 اللي هم حاليا بيلعبوا سن 20 مع رأفت علي في دوري سن 20 في الفئات العمريه. فعلى الاغلب لا، هو ما بنى فريق، بالعكس يعني موضوع الماشي في نادي الوحدات اللي له فترات من لاعبين فئات العمريه اللي يطلعوا على الفريق الاول، على الاغلب مع الكابتن عدنان حمد نزل كثير، وهذا الحكي راح ياثر على الوحدات في السنوات القادمه، لانه اجباري هيك نادي الوحدات راح يضطر يدفع مبالغ زي ما بيعمل بالعربي الفصيح نادي الفيصلي، الانديه الثانيه اللي ما بتشتغل على الفئات كويس بتضطر تجيب مقابل لاعبين، مقابل المال تستقطب لاعبين ومبالغ، يعني حتى مبالغ كبيره. هذا التفكير كانت عكس الكابتن عبد الله ابو زمع، نعلم بانه كان يعتمد جدا على الشباب عكس الكابتن عدنان حمد. الشيء يعني اللي بدنا نضيفه على الموضوع الكابتن عدنان حمد، يعني مع احترامي للجميع، بس السنوات الماضيه اللي كان الوحدات ياخذ الدوري براحته مش لانه الوحدات كويس، يعني نكون واقعيين، احنا بنحكي بواقع كره قدم، لانه الفرق الثانيه كلها كانت سيئه. يعني اجت فرصه للجزيره ياخذ الدوري مع الكابتن عيسى الترك، اجت فرصه للاهلي ياخذ الدوري، اجت فرصه لشباب الاردن ياخذ الدوري، كلهم هذول ما قدروا انهم يستغلوا الفرص اللي لسوء الفرق الثانيه. الوحدات كان يقدر يستغل الفرص، والدليل السنه الماضيه يمكن 6 مباريات ما حدا فاز على حدا في نهايه الدوري، كان 6 مباريات ولا فوز لا وحدات ولا فيصل، هم بتنافسوا على اللقب. فهذا الحكي دليل انه الفرق كانت سيئه السنه الماضيه.